بسم الله الرحمن الرحيم. منعتنا إدارة اليمن من دخول مكاتب التصوير رغم أن عادة تقاليد انتخابية تقتضي أن يسمح لرؤساء دوائح متنافسة الأحزاب اللي عندها دوائح متنافسة أن تزور مكاتب التصويت للتأكد والاطمئن على سير العملية بشكل عادل. وما لاحظناه هو أن السلطة في المكتب ليست لرئيس المكتب وليست للجنة لجنة الانتخابات، بل هي السلطة لإدارة الأمن. المفوض قال لنا أنه قبل أن يتلقى تعليمات من إدارة الأمن لا يسمح لنا، وهذا في الوقت الذي دعانا من رئيس المكتب أن ندخل وتدخلت اللجنة من أجل أن ندخل. إذن اقتضى حل المشكلة أن يقدم رئيس اللجنة الوطنية بنفسه حتى يمكن تجاوز هذه المعضلة وهذه المضايقة غير لائقة وغير الشرعية. اللي شفنا على العموم ما شفنا فيه مخالفات كبيرة، يا غير ما عندنا اطلاع كافي على الحكم عليه. شكرا.